واش نقول لك بصراحه راه ظلم في داك الشيء. المدرب مشى يصافح على اللاعب ولا الكافي اللي قررت هذا الشيء هذا في ثلاثه السوايع الاخرى. ونتمنوا الماتشات الاخرى ان شاء الله يكون حاضر فيها وليد الركراكي ان شاء الله. اعتبره متسرع جدا وغير حكيم، يعني ينقصه الحكمه، بحيث اننا على ما لاحظنا ان وليد الركراكي لم يصدر عليه اي حركه اللي يمكن لها ان تدان، وهذه الادانه كانت قاسيه في حق وليد الركراكي. القرار ديال الكاف شخصيا كيجيني قرار زعما يقدر يكون صائب. ان غون كوتش كوم الركراكي نورمالمون ما خصوش يمشي عند لعاب ومنها باش نحطوا الرجلين كما كنقولوا على الواقع. ونتمناو ان شاء الله الماتش الجاي ضد جنوب افريقيا نصلحوا اللي خاص يتصلح ونجيروا ماتش باغ ماتش. هادشي اللي خاص. القرار ديال الكاف كونتر الركراكي يعني قرار صادم لينا، حيت قرار غير معقلا. والحمد لله الجميع دابا خرجت بواحد طلب استئناف. نتمنوا زعما نتمنوا ديك المقابلات الجايه يكون زعما المعنى وديما مغرب اخي.